السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لقد قص الله عز وجل علينا في القرآن العظيم ما قاله لقمان الحكيم الذي آتاه الله الحكمة لولده وهو ينبهه وهو يؤدبه ويربيه. قال الله عز وجل عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر يجب أن نغرسه جميعا في نفوس أولادنا، أنه لا يستحق أحد أن نجعله ندا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلقنا، وكل ما سواه جل جلاله فهم عبيده وهم خلقه مهما علت رتبتهم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر نزرعه في قلوب أولادنا أيها الإخوة، معرفة الله سبحانه وتعالى، وأنه واحد، وأنه فعال لما يريد، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الأمر الثاني الذي بيّنه لقمان لابنه أنه قال له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، أو في القراءة الأخرى: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهنا يترك المجال للولد لكي يتفكر: هل أنا أكبر أم الحبة من الخردل أكبر؟ لا شك أنني أنا أكبر، فإن كانت الحبة من الخردل لا تخفى على الله سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض، فكيف بي أنا وأنا أكبر منها؟ إذن أنا لن أعجز الله سبحانه وتعالى، ولن أستطيع الهروب منه أينما ذهبت وأينما وليت. هذا فيه غرس المراقبة لله عز وجل في الضمير الإنساني، في نفس الولد في داخلها، بحيث نربي في أولادنا الوازع الداخلي، وما أحوجنا في هذا الزمان الذي نعيش فيه إلى هذا الأمر، أن نربي في نفوس أولادنا الوازع الداخلي، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ونحن نعيش هذا العصر المفتوح من المعلومات الذي لم يعد الواحد منا يستطيع أن يتحكم في سلوك وسيل المعلومات التي تأتي إلى أولاده. ثم قال سيدنا لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن بعد أن بين له عظمة الله، بعد أن بين له المراقبة، أمره بفعل الواجبات وترك المنهيات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم زرع فيه موضوع الصبر فقال: واصبر على ما أصابك، لأنه عند فعل الواجبات وترك المنهيات سيصطدم الإنسان بالشهوات وبالشبهات، فلا بد من الصبر. وأخيرا بين له التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل بقوله: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني لا ترفع صوتك. ثم أتى له بهذا التشبيه الذي ينفره من رفع الصوت بلا داع وبلا مبرر بقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تربية أولادنا وتنبيههم على ما يليق وما لا يليق وما لا يليق، وأن يحفظنا وإياكم وإياهم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.